تنيح مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل أنبثاء فيلوس أسقف إبرشية البحر الأحمر عن عمر ناهز 77 عاما. هذا ومن المقرر أن يرأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية صلوات الجناز على جثمانه في 12 ظهر غد الخميس بالكنيسة البطرسية بالعباسية. وجدير بالذكر أن نيافة أنبثاء فيلوس كان قد سيم أسقفا بإبرشية البحر الأحمر في 14 من يونيو عام 1992 بيد المتنيح البابا شنودة الثالث. هذا وتتقدم أسرة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات رئيسا ومديرين وعاملين تتقدم بالعزاء في انتقال مثلث الرحمات نيافة أنبثاء فيلوس أسقف إبرشية البحر الأحمر، طالبين إلى الله نياحا لروحه الطاهر وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.